سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم احبابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ذي الليلة معانا فالعم يزيد يرحب بكم والف تحية اهديها لكم ما احلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ذي الليلة معانا العم يزيد يرحب بكم والف تحية اهديها لكم مساء الخير مساء الخير مدينة عين صالح المدينة الجميلة المدينة المضيافة والله عمو يزيد في كل مرة على بالكم عندي أصدقاء بزاف هنا في مدينة عين صالح لأني زرتها في الماضي زرتها عدة مرات والله كانت حفلات من أروع ما يكون إذن والله مدينة جميلة وناسها أجمل ودائما نجوكم نكونوا عندنا فرحة كبيرة 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 على بالي باللي تفرحوا بنا وإحنا تاني نفرحوا بكم كاين واحد تعالوا كاين واحد الأطفال شخصيا ما نعرفهمش ولكن جوني قالوا لي عمو يزيد نقدروا نديروا كلمة ترحيبية قلت لهم لي من كلمة ترحيبية قالوا لي ليك انت ما قدرش نقول لهم لا إذا قلت لهم تعالوا معايا اروحوا هنا يلا أحبائي دوروا هكا يلا دوروا هكا شكون اللي يهدر ارجعي بنتي هكا شكون اللي كان باغي يهدر شكون الأولى اللي تهدر تعالي خفتوا دركا وما عم بالهم المنصة سهلة خفتي كي حافظة هيا يلا قولي لهم اسمك وقولي لنا الكلمة الترحيبية اسمي ملاك لقبي قرفي أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أطفال مع ضيفنا الكريم عمو يزيد شكرا بنتي شكرا يلا الكلمة الثانية هي الورود التي تنسر ثذاها لتستقبل عمو يزيد بكل حب ومودة ونرجو بكم أن تكون سهرة رائعة برافو شكرا شكون اللي عنده كلمة أنت تقرأي في الورقة تقدري تقرأي في الورقة بنتي معليش على بالكم كاين دول في العالم في الامتحانات وكامل يخلوك تستعمل الكراريس والكتب والله يعني تقدري تقرأي في الورقة ما كان حتى عيب بالعكس تفضلي بنتي بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الإخوة أهلا وسهلا بك يا عمو يزيد بقلوبنا قبل حروفنا بكل سعادة وبكل عزة أهلا بك قلما مميزا وقلبا حاضرا هنا حيث القلوب تشابهت طيبة وتلونت فرحا وتزينت سماؤنا بلآلئ الأنجم اللامعة وتشوحت بوشاح الفرح والسرور شكرا أروح كي سموك أحمد علاش كتزكي أحمد
هترغي بشوية. كسمك؟ أحمد. كسمك؟ أحمد. كسمك؟ أحمد. فوالا غير بشوية ولدي. شحال في عمرك أحمد؟ 5 سنين. 5 سنين وشاطر هكا؟ الله يبارك. وانت يا بنتي؟ اه اسمح لي ولدي. كسمك؟ رميسة. رميسة اش راكو تزقو؟ كسمك؟ رميسة. برافو. شحال في عمرك رميسة؟ 7. 7 أيام؟ نعم. شحال في عمرك؟ 7 واش؟ 7 سنوات. اه 7 سنوات. خلعتيني بنتي انا. انا قلت كيفاش في عين صالح صغاري تمشاو هكا. الله يبارك بنتي الله يبارك. وانت بنتي شحال في عمرك؟ 12. واسمك؟ خلود. علاش كنت تزكو بصح؟ ها؟ خلود. خلود الله يبارك الله يبارك. ابقوا معايا ارجعوا هنا شويه برك. واش رايكم احبائي؟ ويلاتي يا ويلاتي لم اقم بواجبي ستعاقبني معلمتي باشد العقاب. تعرفوها؟ يلا غنوا معايا شوف. ويلاتي يا ويلاتي ستعاقبني معلمتي باشد العقاب. برافو. يلا كمل معايا. ويلتي يا ويلتي غنوا قاع. يلا قاع 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 قاع. قبل بدء الدرس قال أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. قبل بدء الدرس قال أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي عاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك. فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا 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 شكرا. احبائي لازم تحتفظوا بالمقطع الاخير فقط اللي نقول فيه
من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. أحبائي الوالدين ثم الوالدين، على بالكم يا أحبائي لو كان خزرة برك مشي مليحة، نظرة برك مشي مليحة في والديك، عرش الرحمن يتزعزع. يا أخي أحبائي تعرفوا الأغنية اللي دارها عمو يزيد؟ نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، نعاملكم بلطف ونطيع أمركما. تغنوا معايا؟ يلا. نحبك يا أمي، نحبك يا أبي، كامل. لا نحبك ماما، يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي، وكذا راحتي نورت لي دربي، وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي بما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. لا أقول لكما أف ولا أنهركما، لا أقول لكما أف ولا أنهركما، أنا عاملكم بلطف وانتي أمركما، أنا عاملكم بلطف وانتي أمركما. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماماتي ونحبك أباتي، أنتم حياتي وسر سعادتي. يا رب ارزقهما جنة من الجنات، يا رب ارزقهما جنة من الجنات، واغفر لهما الذنب يا رحمن، واغفر لهما الذنب يا رحمن. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي، حبكم يجري في دمي وديما ساكن قلبي. نحبك ماما، شكرا 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 شكرا. هذه يا صديقتنا شيماء، جيبوا شيماء، جيبونا صديقتنا شيماء. راح نحكي لكم حكايه قصيره هكذا. شيماء دليل باللي صفحه عمو يزيد الرسميه، البارح والديها رسلونا برساله عبر الصفحه، قالوا لنا عندنا بنتنا نحبوها، حنا تاني نحبوك، قالك حلمها انها تطلع للمنصه. اذا جاوبناهم، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصه، جاوبناهم قلنا لهم مرحبا بها. اذا احبائي اللي حب يراسل عمو يزيد على صفحه الفيسبوك عمو يزيد الصفحه الرسميه لاي تساؤل كان مرحبا به. كراك يا شيماء؟ كي غايه لاباس بنتي؟ لاباس. اكي فرحانه؟ كيف فرحانة لك أنا؟ مش حركة فرحانة بزاف؟ بزاف. أعطونا تحية لشيماء، أعطونا تحية، ديولها مكان معكم، ديولها مكان جميل هنا. هلا أحبائي، على بالكم ذوي الاحتياجات الخاصة
حقيقة احنا دائما نضامنوا معهم في كل فرصة، ولكن مدبية الإنسان يضامن كذلك مع الأولياء نتاعهم. ما تقدروش تتصوروا حياة إنسان عنده طفل ولا طفلة عنده احتياجات خاصة، والله جحيم، حياتهم ماهيش عادية. إذا أنا دائما ندير تقدير للأولياء تاع الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة، ربي إن شاء الله يكون معاهم وربي إن شاء الله يقدرهم. واش رايكم انا في هذا المجال؟ مادام جاتنا شيماء ما نقدروش ما نغنيوش ساعدني، تعرفوها ساعدني 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 ساعدني، محتاج لك انقذني واعني، كن جنبي وانا جنب لك، ساعدني محتاج لك انقذني واعني، كن جنبي وانا جنب لك. يلا تغنوها كامل معايا، هذه اللي كامل ذوي الاحتياجات الخاصة ووالديهم ربي يقدرهم إن شاء الله. يلا ساعدني محتاج لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعدني، كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق بطيء سيري، كل يا معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق بطيء سيري، يا معينا كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. شكرا 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 أحبائي، على بالكم يا أحبائي، اسمه المجتمع. المجتمع من الإجماع، يعني عدة أفراد عدة أسر كذلك. ما نقدروش نعيشوا مع بعض إلا ما كانش فيه مساعدة، ما كانش فيه احترام، ما كانش فيه وئام، ما كانش فيه تسامح. أحبائي، الأخلاق الحسنة ثم الأخلاق الحسنة. ربي سبحانه وتعالى لما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم. إذن أحبائي، من شيم الجزائري ومن شيم المسلم الأخلاق. يا أخي أحبائي، لازم الأخلاق.
وسيم شوف واش رايكم احبائي، مدينه عين صالح اصبحت دائره عين صالح اصبحت ولايه منتدبه يا اخي، ولايه منتدبه. سؤال يقول لجواب على السؤال نعطيه هديه. السؤال سؤال سهل وصعب، في اي سنه خرج المرسوم، في اي سنه، في اي سنه اصبحت دائره عين صالح ولايه منتدبه، وكم كان عدد الولايات المنتدبه اللي اصبحوا ولايات منتدبه في هذاك اليوم؟ كم من ولايه اصبحت ولايه منتدبه هنا في الجنوب، وفي اي سنه؟ ما نقولكمش اعطوا لي الشهر واليوم، في اي سنه؟ اي سنه؟ شوف الشابه هذيك، واسمك بنتي؟ هدير. نجات؟ هدير. هديل. هديل، الله يبارك بنتي، الله يبارك. شحال في عمرك هديل؟ تسعة. تسع ايام؟ تسع سنوات. تسع سنوات، شاطرة في الدراسة؟ نعم. الله يبارك، الله يبارك. في أي سنة أصبحت دائرة عين صالح ولاية منتدبة؟ 2017. لا لا، شوف الشاطر هذاك. 2015. واسمك؟ أعطينا اسمك. واسمك؟ سليم. سليم؟ شحال في عمرك سليم؟ تسع سنوات. تسع سنوات، شاطر في الدراسة؟ ييه. تقرا مليح؟ ييه. كثر عمو يزيد يحب الأطفال يقراوا مليح. إذا ولدي في أي سنة خرج المرسوم تاع الولاية المنتدبة لعين صالح؟ 2015. برافو، 2015 أحبائي في شهر ماي. شحال خرجت من ولاية؟ شحال كم من دائرة أصبحت ولاية منتدبة مع عين صالح؟ شحال؟ 16. ها؟ 16. 16. شحال؟ 10. 10، برافو. تعال 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 أحبائي، في سنة 2015 في شهر ماي، لتقليل المعاناة على المواطنين التنقل كامل، 10 دوائر من الجنوب أصبحت ولايات منتدبة، 10 منهم الدائرة الجميلة عين صالح. إذن مادام رانا نتكلموا على الدائرة الجميلة، عمو يزيد لكم أغنية نغني فيها، لأن الإنسان عنده دائما الحنين للبلدة اللي تربى فيها، البلدة اللي كبر فيها، البلدة اللي عنده فيها أصدقاء. إذا درت لكم أغنية نقول فيها: بلدتي أحن لك، بلدتي أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، يا هنايا يا أمان في حما بلدتي، عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، يا محلى أوقاتي فيها طفولتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي، فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. رفقة
رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي لما نلعب في الفناء حتى آخر ساعتي أمي تنادي لي دخولي لا يا أمي لا تقولي أمي تنادي لي دخولي لا يا أمي لا تقولي إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي فيك بستان ونخل وعصافير ونحل فيك بستان ونخل وعصافير ونحل ووديان أتسيل مأبهاها غابتي وهضاب وجبال وشعب وتلال وهضاب وجبال وشعب وتلال وتاريخ ونضال ما أغلاها بلدتي بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك بلدتي يا بلدتي برافو 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 بلدتي أحن لك. أحبائي بماذا ترقى الأمم؟ ب ب ب العلم. برافو 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 الأمم ترقى بالعلم. أحبائي على بالكم كاين دول في العالم ما عندهم لا بترول لا غاز لا ذهب لا فوسفات ولكنها في المراتب الأولى في التكنولوجيا على بالكم. إذن عليكم بالعلم. ربي سبحانه أول آية نزلها كانت آية اقرأ. أحبائي صدق الله العظيم. إذن العلم ثم العلم، العلم يجيب المثابرة. لذا عمو يزيد لكم أغنية الجد. في أغنية الجد واش نقول؟ لأنه الطفل بطبيعته يحب يلعب، ولكن عمو يزيد يقول وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، والتلميذ الحادق ما فرط في درسه يوما. أحبائي اللهو واللعب معليش، ولكن ما لازمش المبالغة، لازم الطفل يكون موزع وقته على باله وقتاش يمرح وقتاش يلعب وقتاش يطالع. يا أخي تغنوا معايا يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد، لازم تتعب باش تنال. غنوها مع بعض يا ابني شمر للجد. يلا معايا يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم تصبح أنجب من في القسم فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين فاسعى إليه ولو في الصين راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم تصبح أنجب من في القسم والعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين فاسعى إليه ولو في الصين يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو ما بين الجد واللهو فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما ما فرط في درسه يوما وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو ما بين الجد واللهو فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما ما فرط في درسه يوما يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد
هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد يا ابني شمل الجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى بين الغايات فاكسب علما تبني وطنا سابق واشغل فيه الزمن سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات من بين الغايات المثلى يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عادتي فالدنيا ميدان الكد برافو فالدنيا ميدان الكد راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم أحبائي مراجعة الدرس في نفس الوقت في نفس اليوم والواجبات عدم تراكم الواجبات سر النجاح سر النجاح أحبائي واحد تعرفوا جحا تعرفوا كاع جحا واحد النهار جحا كانت عنده بطة حكم هذيك البطة دها عند جارو قالوا يا جاري نخلي عندك هذه البطة نرجع نديها في المساء خلاها عنده كي خلاها عنده واش معناتها أمانة برافو برافو خلاها عندهم بعد رجع في المساء قالوا يا جاري أين البطة واش قالوا قالوا أكلها الفأر تعجب جحا قالوا كيف بفأر أن يأكل بطة قالوا هذا هو أكلها الفأر وخلاص راح جحا راح للبيت يفكر في حيلة واش يدير في الليلة هذيك راح خطف وليد جارو تخطفه وخباه جاء عنده جارو قالوا جحا ألم ترى ابني قالوا شفت واحد الزاوش واحد العصفور في السماء رافدو قالوا كيفاش عصفور يرفد الطفل قالوا بصح البارح الفار كلا البطة فهمتوا اذا عمو يزيد دارها اغنيه ترك جحا عند الجاري بطة بيضاء طلعوا معايا يلا جحا ترك جحا عند الجاري بطة بيضاء سأعود لأخذها جاري في المساء ترك جحا عند الجاري بطة بيضاء سأعود لأخذها جاري في المساء عاد جحا دق الأبواب طب 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 أعطيني إياها واتركني أذهب يا جحا يا جاري أبدا لا تغضب ضاعت مني والفأر السبب عاد جحا إلى الدار فكر في حيلة سرق الولد من جاره في تلك الليلة جاء الجار يسأله وهو في حيلة قال جحا عصفور ما قد حمل مثله فكر ثم قال الجار يا للحكاية عصفور يحمل طفلا في القرية رد جحا والفأر الأمس قد أكل البطة لا تعجب من حال الطفل كل في ورطة برافو 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 إذن أحبائي لكل حكاية حكاية أغرب منها الفأر يأكل البطة والعصفور يحمل الطفل هذه هي أحبائي شكون اللي يقدر يقول لي نعطيكم سؤال سهل ولا صعب سهل ولا صعب سهل سؤال سهل صح إذن نعطيكم حاجة سهلة مهلة يلا كم عدد دوائر ولاية تمنرست شحال فيها من دائرة وشحال كاين من بلدية يلا شكون أنا مدابية اللي يكونوا في الخلف مدابية اللي يكونوا في الخلف حتى يشاركوا يلا شكون كم من دائرة وكم من بلدية يلا من خلاص شوف الشابة هذه واسمك شريفة
شريفة الله يبارك. شحال في عمرك شريفة؟ 12 سنة. 12 واش؟ سنة. سنة الله يبارك. شاطرة في الدراسة بنتي؟ شوية. سنة أولى متوسط. شاطرة في الدراسة؟ نعم. شاطرة؟ نعم. نقول لهم شحال جبتي معدل ولا ما نقولوش؟ نقولوا. نعم. شحال جبتي معدل؟ 11. مليح 11 ولا مش مليح؟ 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 شوية؟ والمرة الجاية شحال تجيبي؟ 15. نعم. هيا خلاص. خلاص نسمحوا لها. بنتي 11 معدل جميل جدا. ولكن حنا الله غالب، على بالك حنا والأولياء ووالديك وكامل، حنا ما نقنعوش. حنا نحبوا دائما أكثر. الولد يجيب 15 بابا يقعد يشوف فيها هكا. 15 برك ها؟ ودبا يجيب 16 وما دير لها هكا. بصح ولد الجارة جاب 17، كيف أنت تمشي ب 17؟ هذه هي. إذا بنتي الله غالب، لازم تحملينا عمو يزيد ووالديك وكاع الناس اللي يحبوك يحبوا دائما معدلة أكبر يا أخي. إن شاء الله إن شاء الله. إذا كم من دائرة في ولاية تمنرست؟ اثنان. لا لا بنتي. أكثر 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 أكثر. شوف الشاطرة هذيك. واسمك بنتي؟ واسمك بنتي؟ أماني. أماني، شحال في عمرك أماني؟ 12. 12 شهر؟ سنة. سنة. الله يبارك. إذا بنتي شاطرة في الدراسة؟ ياه. شحال جبتي معدل؟ 15. الله يبارك، برافو برافو. مليح 15. ما ديرولناش كيما والديها درك، على بالك الاب تاعها والام تاعها درك مانيش عارف واش قالوا لها كي جابت 15. قالوا لك جيبي اكثر. ها قالوا لك لازم اكثر. هذه هي الله غالب، الوالدين يبغوك تنجحي بنتي، يحبوك تنجحي، يحبوك تكوني احسن 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 دائما. ربي يقدرهم وربي يقدركم بنتي. اذا شحال كاين من دائره في ولايه تمنرست؟ 9. لا 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 ماشي 9. شوف الشاطرة هذه. يلا واسمك بنتي؟ منال. منال الله يبارك منال بنتي. شحال في عمرك؟ 13 سنة. 13 سنة. شحال جبتي معدل؟ 10. والمرة الجاية؟ والمرة الجاية شحال تجيبي؟ 15. برافو برافو بنتي. على بالكم كاع اللي قلتوا لي نجيبوا 15 و 17 المرة الجاية كي نجي كاع نسولكم يا أخي. إن شاء الله. ربي نشحك بنتي إن شاء الله. المثابرة ثم المثابرة وتنظيم الوقت، هذا ما كان. إذا بنتي شحال كاين من دائرة في ولاية تمنرست؟ 4. لا لا أكثر 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 أكثر. شوف الشاطرة هذيك. ما اسمك؟ اسمي نور الهدى. نور الهدى، اسمك شباب الله يبارك. شحال في عمرك نور الهدى؟ عمري 11. 11؟ أكي سير. زاد 2009 عمرك 11. بغيت تكبري؟ هيا معلش حنا دبري راسك، تكبري يكبر معاك الهم. لازم تقعدي صغيره على الاقل، تقعدي في البراءه وكامل، وباباك ويماك هما اللي يتعبوا ويشقاو. انا نقول لك قعدي صغيره. اذا بنتي معلش عمو يزيد يحب يضحك برك. شحال كاين من دائره في ولايه تمنرست؟ شحال؟ قولي لنا عدد معلش. شحال؟ 10. 10 برافو برافو. 10 ولكن ماشي 10 دوائر. 7. و10 واش؟ علاش قلتي 10؟ كاين حاجة فيها 10 واش هما؟ ها؟ بلديات. بلديات برافو، أنت تخلطت لك بين البلديات والدوائر. إذا شحال كاين بلدية في ولاية تمنرست؟ 10. شحال كاين دائرة؟ بل ها؟ هذا وين قلتيها؟ 10. لا لا 10 بلديات. شحال كاين دائرة؟ زوج. جوج. 10. 10. 8. 8. 8. لا لا ماشي 8 معليش. 7. ها بنتي ودركا كيفاه نديرو؟ ناخذوا الجواب تاعها. 4. 4. بالك على لها الميكرو. لا لا كي قلتي 4 ساي. 4 7 10. برافو بنتي برافو، قلتي الجواب ولكن ما تمسكتيش به. ما لازمش، على بالكم يا احبائي، على بالكم بالمرات الطفل كي يكون يقرا بالمرات هو الجواب تاعو صحيح، ولكن يسقسي صاحبه ويقول له كيفاش، قادر يغلطوا. لا لا لازم دائما تفكر ودير الجواب تاعك.
شوف شوف الشاطره هذه. كيف اسمك بنتي؟ إكرام. إكرام، شحال في عمرك إكرام؟ 9 سنين. 9 سنين، شحال جبتي معدل إكرام؟ 9. 9 على 10؟ ها؟ 9 على 10. على 10، وكيفاش يا بنتي؟ 9 على 10 لازم تقوليها بأعلى صوت، 9 على 10، واش بيك؟ 9 على 10. برافو بنتي، برافو برافو، معدل جميل، جميل جدا بنتي، هاكي شاطرة. الله يبارك. إذا بنتي شحال كاين من دائرة في ولاية تمرست؟ 7 دائرات و17 بلدية. 10 بلديات. عاودي الجواب تاعك غير بشوية، شحال كاين من دائرة؟ 7 دائرات. 7 دوائر، شحال كاين من بلدية؟ 10 بلديات. 10 بلديات، تعالي بنتي، تعالي تعالي، يلا تعالي تعالي، برافو برافو برافو. ولاية تمرست ولاية كبيرة شاسعة، ولكن فيها 7 دوائر فقط و10 بلديات. هذا يعطيكم فكرة ويعطينا فكرة احنا على ولاية تمرست شحال كبيرة، كبيرة وناسها تاني كبار وتاريخها كبير كذلك. إذن وراي الشطرة اللي جاوبت، يلا تعالي تعالي بنتي نعطوك الهدية تاعك، روحي بنتي روحي، تعالي 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 الشطرة، تعالي بنتي الشاطرة اللي جابت 9 على 10 يا أخي. برافو برافو بنتي. وين تسكني بنتي؟ هنا في عين صالح. وتعجبك عين صالح؟ كي تروحي في العطلة هكذا وكامل تكوني متشوقة باش ترجعي ولا تبغي تقعدي تما؟ نرجع لعين صالح. تكوني متشوقة؟ الله يبارك الله يبارك. أعطيني الهدية تاعها. أعطيني الهدية تاعها. شكرا شكرا شكرا. إذا بنتي شركة شيبس مهبول راعي برنامج مع مو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو بنتي. إذا تفضلي، ربي يوفقك إن شاء الله، ربي يوفقك. عمو يزيد دا لكم أغنية تتغنى بالألوان، نقول فيها عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. سهلة، تغنوا معايا. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. ألواني، إذا تغنوا معايا كامل ألواني، يلا. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. ألون بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. ألون بالأصفر شمسا، بالأخضر ورق الأغصان، بالأحمر عنبا وتفاحا، بالأزرق ماء الخلجان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا تهتف أمي يا فنان. بالأسود توتا وزيتونا، والأبيض ثلج الوديان، أبدع بالألوان جمالا تهتف أمي يا فنان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. عندي علبة ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسوما باهية كورد البستان. شكرا 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 شكرا.
الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. عمو يزيد العين صالح وحبينا وعزينا. ميرسي بوكو عمي يزيد لخاطر جيتنا مدينه عين صالح وكملت الهطفه نتاع مدينه عين صالح ويحيوك وان شاء الله تعاودوا لنا مره واحده اخرى. مرحبا بعمي يزيد، حاجه مليحه كي جابوها لعين صالح، ما كانش عندهم حوايج ترفيهيه، ان شاء الله يرجع خطره اخرى. نشكر عمو يزيد كما جانا، ونشكر قناه الشروق وكل المساهمين وكل السلطات المحليه اللي سهلت له، وان شاء الله زيارات متعددة إن شاء الله من أجل البراءة ومن أجل فرحة العيال إن شاء الله والأطفال. أنا المعاق لكن بإرادتي وعزيمة إلهي رب اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.